دكتور، ازاي اعرف اذا كان طفلي هيطلع طويل ولا قصير؟ هو ممكن ابني يطلع قصير ليا وما ياخدش طوله من بابا؟ مش عارفه اغذي طفلي ازاي علشان يبقى طوله كويس. طب ايه الحاجات اللي بتتحكم في طول الطفل وازاي اقدر ازود طول طفلي؟ هو ده موضوع فيديو النهارده، فركزوا معايا كويس جدا. السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فقره صحه الاطفال وحديث الولاده من برنامج سبيس تون مام. هكلمكم ان شاء الله النهارده عن امور لو اتبعتيها هتساعدي طفلك على زياده الطول. ركزوا معايا. اول حاجه، سؤال بيجي لي كتير قوي من الامهات، يا دكتور ازاي اقدر اعرف طفلي لما يكبر هيبقى طوله قد ايه؟ هقول لحضرتك حسبه تقدري تتوقعي تقريبا طفلك لما يكبر هيبقى طوله قد ايه، ودي ليها طريقتين. الطريقه الاولانيه، حضرتك هتحسبي متوسط طولك انت وزوجك، يعني تجمعي طولك على طول زوجك والرقم اللي يطلع تقسميه على 2، ده متوسط طولكم انتم. الرقم ده تزودي عليه 13 لو كان ولد، وتطرحي منه 13 لو كانت بنت. ده تقريبا الطول المتوقع للطفل ده لما يكبر. وخدوا بالكم احنا بنقول تقريبا، يعني الرقم ده مش هيطلع بالملي، لا هيبقى تقريبا الرقم ده. في حسبة تانية بسيطة جدا، قيسي طول طفلك عند عمر 2 واضربي الرقم اللي هيطلع في 2، ده تقريبا طول طفلك لما يكبر. الطريقتين دول بيقولوا لنا تقريبا الطفل ده لما يكبر هيبقى طوله قد ايه. نيجي للنقطه اللي بعد كده، هو يا دكتور طول الطفل اساسا ايه اللي بيتحكم فيه؟ هل انا اقدر اعمل حاجات اساعد الطفل ده ان انا ازود طوله؟ بص يا ست الكل، عمليه نمو الطفل في الطول بيتحكم فيها عوامل كتيره جدا جدا، لكن في 4 حاجات هما اهم حاجه في الموضوع. اول حاجه العامل الوراثي، وده يمكن يكون اهم واحد فيهم. العامل الوراثي هو اللي بيحدد أصلاً الطفل ده لما يكبر هيطلع طوله قد إيه، ده عامل مهم جداً جداً. العوامل التانية على فكرة تساعد الطفل إنه يوصل للطول الوراثي أو ما يوصلوش، هي دي النقطة. لكن الحد بتاعنا اللي ما بنعرفش نعديه هو العامل الوراثي. طب إيه العوامل التانية؟ العامل التاني هو صحة الطفل وكفاءة الأجهزة بتاعته وكفاءة الغدد الصماء الموجودة في الجسم. خدوا بالكم الطول بالذات بيتحكم فيه مجموعة غدد وهرمونات مهمة جدا في الجسم، زي هرمون النمو وزي هرمون الغدة الدرقية وهرمونات تانية كتيرة موجودة في الجسم. العامل الثالث التغذية، والعامل الرابع هو الحالة النفسية للطفل. الله، إيه علاقة الحالة النفسية بالطول يا دكتور؟ هقول لك دلوقتي يا ست الكل، بس ركزي معايا. ناخدهم حاجة حاجة. نيجي الأول حاجة العامل الوراثي. لو حضرتك عايزة طفلك يطلع طويل يبقى من البداية اتجوزي واحد طويل، موضوع سهل وبسيط اهو. طيب لو اتجوزت يا دكتور واحد قصير لازم الطفل يطلع قصير؟ لا مش شرط، بس احتمالية ان الطفل يطلع قصير بتبقى احتمالية اكبر، لان الموضوع هنا بيبقى احتمالات. الوراثة بالذات بتبقى احتمالات، وبالمناسبة نسبة مشاركة الأب في طول الطفل بتبقى أكتر شوية من الأم، يعني العامل الوراثي من الأب فيما يخص الطول بيبقى أكتر شوية من الأم، لكن برضو مش هو ده اللي بيحصل في كل الحالات، الموضوع في الأول والآخر بيبقى احتمالات. طيب الوراثة يا دكتور أنا مش عارفة أتحكم فيها، أنا خلاص اتجوزت واحد والواحد ده قصير وجبت طفل وهيطلع قصير، أعمل إيه يا دكتور؟ اعملي بقى الحاجات الباقية اللي هقولك عليها. الحاجة التانية هو التغذية. حضرتك لو اهتميتي بتغذية طفلك تغذية صحية سليمة يبقى انت بتساعد الطفل ده انه يوصل لأفضل طول مناسب ليه، او يوصل لأفضل طول وراثي ليه. لكن لو ما اهتمتيش بالتغذية يبقى الطفل ده العامل الوراثي بتاعه يطلعه قصير، وحضرتك ما غذيتهوش كويس يبقى دخلتيه هو كمان في تقزم، يبقى الموضوع باظ خالص. يبقى لازم نهتم بالتغذية. طب اهتم بيها ازاي يا دكتور؟ كلمة السر، نوعي أكل الطفل، خلي جسم الطفل ياخد كل احتياجاته من الأكل، ياخد نشويات، بروتينات، دهون صحية، خضار وفاكهة، منتجات حليب وهكذا. اهتمي بنوعيات أكل الطفل أكتر من الكميات. مش حلو أن الطفل ياخد كميات كبيرة من أكل مش مفيد ولا مغذي، الأفضل أنه ياخد أكل صحي متنوع. طب عندنا أكل يا دكتور ليه دور أكبر في زيادة الطول عند الأطفال؟ عندنا أكلات مميزة جداً تساعد الطفل على الوصول لأفضل طول وراثي ممكن. زي إيه؟ زي البيض، زي اللحوم الحمراء، زي الدجاج، زي الأسماك، زي المكسرات. الحاجات دي غنية بالبروتينات وغنية بالكالسيوم وغنية بعنصر الزنك. عنصر الزنك
له دور مهم جداً جداً في زيادة طول الأطفال أو بيساعد الطفل على زيادة الطول. ده كده التغذية. نيجي للنقطة الثالثة وهي صحة الطفل. خدوا بالكم عندنا مجموعة كبيرة جداً من الأمراض أو من المشاكل الصحية اللي ممكن تخلي الطفل يطلع قصير أو تأثر على طول الطفل، ودي كتيرة جداً 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 في كل الأجهزة. الأطفال اللي عندهم نقص هرمون النمو لأي سبب، الأطفال اللي عندهم نقص هرمون الغدة الدرقية، بعض المتلازمات زي متلازمة تيرنر، بعض الأطفال اللي عندهم أمراض وراثية في العظام برضو بيأثر على طول الطفل، بعض الأطفال اللي عندهم عيوب خلقية أو مشاكل كبيرة في القلب ممكن يأثر على طول الطفل، بعض الأطفال اللي عندهم مشاكل في الكلى زي مرض بارتر ده برضو بيأثر على نمو الطفل وبيأثر على طول الطفل، الأطفال اللي عندهم مشاكل كبيرة في الكبد أو مشاكل وراثية في الكبد برضو ممكن يأثر على طول الطفل. شايفين أجهزة كتيرة جدا في الجسم ومشاكل كتيرة جدا ممكن تكون موجودة تأثر لي على طول الطفل. علشان كده لو انت حاسة ان طفلك قصير لازم تروحي لطبيب الأطفال يفحص الطفل علشان نحدد في الأساس هل الطفل ده قصير قصر وراثي، يعني هيشوف طول حضرتك وطول زوجك ويحسب الطول المتوقع للطفل ده ونشوف هل الطفل ده في الرينج الطبيعي بتاعه ولا في مشكلة مرضية محتاجة تتشخص وتتعالج. وخدوا بالكم المشاكل دي لازم تتشخص وتتعالج من بدري، لو اتأخرنا في اكتشافها وعلاجها الموضوع بيبقى أصعب كتير جدا. نيجي للعامل الرابع وهو الحالة النفسية للطفل. الدراسات وجدت إن الأطفال اللي بيعانوا من الحرمان العاطفي، الأطفال اللي ما بياخدوش كفايتهم من الرعاية ومن الحب ومن الحنان ممكن طولهم يتأثر. وخدوا بالكم أنا بقول ممكن، لأن برضو في بعض ناس تيجي تقول لهم المعلومة دي تقولك يا دكتور طب أنا كنت صغير ومحدش اداني حب ولا حنان وطلعت طويل. احنا بقول لحضراتكم ممكن، موضوع فيه احتمالات، لكن طالما عندي حاجة في إيدي أقدر أعملها للطفل أأثر فيها مع الطفل ليه؟ أغمري طفلك بالحب والحنان، لأن ده مهم جدا على فكرة في زيادة طول الطفل زي صحة الطفل وزي التغذية بتاعته وزي العامل الوراثي. كل الحاجات دي مهمة جدا ولازم نشتغل عليها كلها مع بعضها. عندنا برضو حاجة كويسة جدا تساعد الطفل في عملية الطول وهي ممارسة الرياضة وخاصة السباحة. على فكرة ممارسة الرياضة بتساعد الطفل شويتين في إنه يوصل لأفضل طول وراثي ممكن. وآخر نقطة نوم الطفل. نوم جيد مهم جدا جدا للنمو بشكل عام وزيادة الطول كمان. خدوا بالكم هرمون النمو بيفرز أثناء نوم الطفل، فالأطفال اللي بيناموا بالليل بيناموا كويس عدد ساعات كافي، ما بنسيبش الطفل يقعد يسهر قدام التلفزيون أو قدام الألعاب أو قدام الكمبيوتر أو قدام الموبايل طول الليل، الأطفال دول نموهم بيتأثر وإفراز هرمون النمو عندهم بيتأثر. خلي طفلك ينام بالليل عدد ساعات كافي، هيبقى إفراز هرمون النمو عنده ممتاز وهتبقي بتساعد طفلك على الوصول لأفضل طول ممكن. الخلاصة لو انت عايزة طفل طويل اتجوزي واحد طويل وغذيه تغذية صحية واغمريه بالحب والحنان وتابعي صحته وتغذيته بانتظام مع طبيب الأطفال المعالج. ودي كانت حلقتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم واستفدتم منها. لو استفدت من الحلقة اعملي شير، لو عندك أي سؤال اكتبه لنا في التعليقات، ولو عاوزة تعرفي أكتر عن عالم الأمومة ما تنسيش تنزلي تطبيق Space Tone Mom. وشكرا ليكي لأنك بطلة حكاية طفلك.